ومضات الرمضانية. أهلا بكم ببرنامج ومضات رمضانية. بلغوا عني ولو آية. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أمر الله المؤمنين وهم أكمل الناس استقامة بالتوبة المتجددة، لأننا نخطئ بالليل والنهار، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وإذا كان الأمر للمؤمنين فكيف بالمسرفين على أنفسهم بالكبائر والصغائر؟ وعن الأغر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وقال الله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. تهديد ووعيد، فأطع مولاك فإنه يراك، واحذر طاعة نفسك بمعصية ربك. سؤال الحلقة: قال الله تعالى في سورة الأنعام: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما السورة التي ذكرت هذه المفاتيح وكم عددها؟ ننتظر إجاباتكم. سؤال حلقة اليوم بانتظار إجاباتكم ومشاركتكم. ومضات الرمضانيه.